السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي لو أنا عندي لوحة فلور بلان وعايز أعمل لها رندر بأسهل طريقة، فعندي موقع اسمه بروم اي اي. أول ما هدخل هلاقي فيه إمكانيات كتير جدا زي ما أنت شايف، كلامنا عنه بالتفصيل. طيب هنختار بقى سكتش رندر، وهبدأ أرفع الصورة، هرفع فلور بلان. بالشكل دوت. طيب هنا بقى بيقول لي انت عايز تعمل رندر بأي نوع، فاختار من هنا مور واقول له انا عايز انتيريور ديزاين واقول له فلور بلان. ففعلا بدأ يجيب لي الفلور بلان، وبدأ يقول لي اهو ده العادي وده لما تعمل له رندر. فاقول له بس انا عايز اعمل رندر بالشكل دوت اهو، وبعد كده ممكن اختار من هنا بقى المود نفسه اوتلاين ولا. طيب هقول له جنريت، فيبدأ يعمل لي ريندر بشكل دوت. ففي ثانية عمل لي 3 لوح نفس الحاجة، بس الريندر بس هو المختلف، ده اللي كان موجود وده بعد ما اتعمل له الريندر. ما خدش ثواني وعمل. دي حاجات تتعمل برضو من خلال البرنامج، كان حاجة أبيض وأسود هو بدأ يعمل لها ريندر بأساليب مختلفة. طبعا نفس الفكرة لو انت عندك الفيشن ممكن نفس الحاجة. انا ممكن تقول له مثلا طب انا عندي ليفينج روم، عندي باث روم، تقدر تعمل لها رندر زي ما انت عايز، رندر 3D وحاجة ممتازة.